السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي نكمل الجزء اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت اشتغلنا على الماجنتيكال كابل سيركت، تعرفنا على introduction عن الماجنتيكال كابل سيركت، وشفنا الابليكيشن بتاعه اللي هو الترانسفورمر بيتكون من ايه، وشكل البرايمري كويل والسكندري كويل، توزيعات التيارات بتبقى ماشية ازاي، وتعرفنا على الميوتوال والسيلف اندكتنس، وخدنا القوانين الخاصة بيهم، وتعرفنا على الكابلنج كوفيشنت. المفروض كل الجزء ده شباب خلاص كده اتمرنا عليه، او بقى بالنسبة لنا جزئية مهضومة عشان اقدر اكمل الباقي على عليها. الباقي بتاع محاضرة النهاردة ان شاء الله معتمد على فهم حضرتك للجزء اللي فات المرة اللي فاتت. النهاردة بقى هنكمل، كان في جزئين المرة اللي فاتت ما خدناهمش. الدوت كونفنشن هنبتدي نفهمها ونتعرف عليها كميثود لتوزيع التيار جوه الماجنتيك كابل سيركت، ازاي بقدر افهم البوزيتيف والنيجاتيف بتاع كل فولت انديوس بتاع الكويل، البولاريتي يعني بتاعه الانديوس فولتج على الكويل بيبقى شكلها عامل ازاي. وكمان هتعرف النهارده على لو انا معايا دايره ماجنتيك كابل وعايزه ابتدي بقى اوسع تيار واحسب فولت وابتدي اشوف التيارات لما بتيجي تتجزأ بيحصل ايه، واستخدم انهي ثيوريم من الثيوريمز اللي احنا كنا خدناهم الترم اللي فات عشان اقدر احدد حساباتي للفولتج الموجوده في الدايره بتاعتي، فولتج دروب اللي موجود في الدايره. تمام، طيب نبدا بقى نتعرف على الدوت كونفنشن ونشوف طريقه الدوت كونفنشن دي في تحديد البولاريتي بتاعه الانديوسد فولتج الموجود على كل كويل. بحدد ازاي البولاريتي باستخدام الدوت كونفنشن، وبحط الدوت دي ازاي. نسمعها، هيبقى في شويه نقط كده هنفهمها دلوقتي ونشوف بحطها ازاي على الكويل اللي عندي. تعالوا كده فور اكزامبل، انا معايا اهو كويل، معلش بقى لو الرسمه هتبقى شكلها غريب شويه، ومعايا الناحيه التانيه كويل تاني بالمنظر ده. تمام، طيب المفروض كده ان انا معايا شكل عام للترانسفورمر، وعايزه دلوقتي مثلا داخل عندي هنا تيار، ماشي، هسميه مثلا I1، تمام، وعايزة اعرف ال V1 اللي هنا البولاريتي بتاعتها عاملة ازاي، وال V2 الانديوزد اللي على L2 هيبقى عامل ازاي، يعني البوستيف نيجاتيف هيبقى عاملين ازاي، يعني هنا مثلا البوستيف ولا هنا البوستيف، يعني ال V دي محطوطة كبوستيف في 2 ولا نيجاتيف، قيمتها كام، او يعني القيمه البولاريتي بتاع قيمه الفي 2. تمام، طيب هنعمل ايه بقى؟ قال لحضرتك بنحط دوت على، او المساله اللي جايه لك هيبقى محطوط فيها دوت، وانت من الدوت ده هتبتدي تعرف تحدد البولاريتي. يعني لو انا عندي دوت بالمنظر ده، تمام، عندي هنا نقطة وعندي هنا نقطة، وهو مدي لحضرتك اتجاه التيار I1 داخل على الدوت الأولانية بتاعة ال L الأولاني، تمام، فقال لحضرتك لو الكرنت داخل على الدوت يبقى الدوت دي جنبها إشارة دايما بوستيف، يعني الدوت اهي محطوطة أول الكويل، تمام، والI1 داخلة على الدوت يبقى هنا البوستيف وهنا النيجاتيف. طيب والدوت دي خدت اشاره ايه؟ خدت اشاره بوستيف، يبقى اللي عند في 2 هتحط جنبها بوستيف، يعني تدور على الدوت فين في الناحيه الثانيه وتحط جنبها الاشاره البوستيف، يبقى الفي 2 برده محطوطه صح وقيمتها بوستيف. تمام، طيب لو انا عندي العكس، يعني انا عندي مثلا هنا على في 2 الدوت ما كانتش فوق، تعالوا نشوف الدوت كانت محطوطه تحت هنا، وزي شغلي كده ما انا ماشيه عادي اي 1 دخلت، فالدوت هنا طالما اي 1 دخلت على الدوت يبقى الدوت دي بوستيف، طيب يبقى الدوت اللي زيها الناحيه الثانيه هي اللي جنبها البوستيف، طب النيجاتيف احطه فين؟ احطه فوق، يبقى الانديوسد فولتج في 2 هنا قيمته كام؟ قيمته بالنيجاتيف. نيجاتيف ايه بقى؟ القانون كان بيساوي ايه؟ طبعا طالما هنا ظهر فولت، يعني انا عندي هنا ميوتوال اندكتنس ام، فبقول ان الفي 2 هي الام دي ايه؟ دي التيار المسبب اللي هو I1 باي ايه؟ باي دي تي. طيب يبقى الام هنا ال V دي هحط اشارتها ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هتلاقي هنا معكوسه، يبقى الام دي دايما معاها نيجاتيف في الحاله دي.
ثانية عشان تبقى واضحة كده. تمام، يبقى انا عندي هنا نيجاتيف ان دي اون 1 باي دي تي. في الحالة دي، الحالة اللي قبلها اللي الدوت عندي كانت فوق هنا، تمام، في المنطقة دي لا، كانت ال ان بوزيتيف دي اي 1 باي دي تي. فهمتوا حاجة؟ ده كده فكر سريع للدوت كونفنشن، ده منتهى الاختصار لكل الحتة اللي احنا هناخدها دلوقتي. الدوت كونفنشن هي بتستخدم عشان تحدد لي الإشارة بتاعت الـ induced voltage الـ mutual نتيجة للـ mutual inductance اللي ظهر بين الـ two coils. أحط الإشارات إزاي؟ الـ V اللي عندي اللي ظهرت أحط فين الـ positive وفين الـ negative عليها. تمام كده؟ طيب، فبيقول لحضرتك يعني للاختصار، لو التيار داخل على الدوت فالإشارة بتاعت الدوت هتبقى بوستيف، وروح حط على الدوت التانية برضو إشارة بوستيف. يعني هنا اي واحد دخلت على الدوت دي فالفي واحد خد الإشارة بوستيف من هنا، والدوت التانية هتاخد نفس إشارة الدوت الأولانية، يعني الدوت التانية برضو هيبقى عندي البوستيف جنبها فوق. والعكس صحيح، لو التيار ليفز الدوت التيرمينال، ليفز الدوت التيرمينال يعني خرج من الدوت يعني عداها، تمام، يبقى الإشارة بتاعتها هتبقى نيجاتيف وتروح على الدوت اللي في الكويل التاني تحط إشارة نيجاتيف. تمام كده يا باشمهندسين؟ طيب نكمل، تعالوا بقى نشوف هنا اهو كذا اكزامبل نبتدي نطبق على اللي احنا قلناه واحدة واحدة كده. انا عندي التيار الاولاني، ها، في الكويل في الصورة الرسمة الاولانية، الرسمة دي التيار دخل على الدوت، صح؟ يبقى الدوت دي ايه؟ هحط جنبها بوستيف ولا نيجاتيف؟ هنحط بوستيف، يبقى انا عندي هنا اشارة بوستيف. طيب والدوت التانية بتاخد نفس الاشارة، يبقى الدوت اللي هنا هتاخد اشارة بوستيف. يبقى الفي اتنين لو عايزة اقولها، ويبقى النيجاتيف الناحية التانية، يبقى الفي اتنين تبقى بكام؟ ام دي اي 1 باي دي تي باشارة بوستيف. طيب تعالوا نشوف الصورة دي، ها، الاي هنا ايه؟ داخلة على الدوت ولا خارجة؟ دايما بشوف الكرنت المسبب داخل ولا خارج. التيار هنا خرج من اتجاهه، هيبقى كده خرج من الدوت، يبقى الدوت دي هيتحط جنبها هنا نيجاتيف. هروح اشوف الدوت التانية احط جنبها نيجاتيف، والبوستيف يبقى فين؟ يبقى فوق. برضو في الحالة دي الام ايه؟ الفي 2 بتساوي بوستيف ام دي اي 1 باي دي تي، لان الفي 2 برضو اتحط ايه؟ بطريقة سليمة. تمام كده؟ فيها مشكلة؟ طيب نكمل. لو انا عندي الرسمة رقم 3، الاي 1 هنا، ها، عاملة ايه؟ هتليف الكويل، يعني الدوت هتاخد اشارة نيجاتيف، يبقى الدوت المقابلة او اللي زيها في الكويل التاني اشارة نيجاتيف. بصوا هنا ايه اللي هيحصل؟ النيجاتيف هيبقى هنا، يبقى البوستيف هنا، يبقى الفي 2 دي مالها؟ بالماينس، فحط ماينس على الفي 2، ماينس ام دي اي 1 باي دي تي. نفس الكلام هنا، الكرنت المسبب اي 1 داخل على الدوت، فيبقى هنا بوستيف، ويبقى الدوت هتاخد برضو الاشارة بوستيف. تمام، يبقى الناحية التانية اللي فوق هي النيجاتيف، فالتيار في الفولت الانديوزد اللي على الكويل ده نتيجة تيار اي 1 هيبقى بالاشارة نيجاتيف، ام دي اي 1 باي دي تي. تمام كده؟ ممكن الخص على نفسي كل الهري اللي انا بقوله ده واقول حاجة معينة، حاجة سهلة. لو التيار داخل على الدوت، تمام، التيارات داخلة على الدوت، يبقى الدوت ايه؟ اشارته بوستيف. يعني لو يعني لو الدوت موجود في نفس المكان على الكويل هتلاقي ان التوتال ام او الفي بوزيتيف. لو الدوت معكوسه على الكويل يبقى الفي بالنيجاتيف. هتلاقوا في الرسمه الاولانيه والرسمه الثانيه الدوت هنا نفس مكان الدوت هنا، فالتوتال في الانديوزد على الكويل الثاني بالبوزيتيف. الدوت هنا نفس مكان هنا فالفي طلعت بوزيتيف، لكن هنا الدوت اتعكس مش على مقدمة الكويل، تمام؟ فبالتالي الفولت الانديوز ده هيبقى بالنيجاتيف. نفس الكلام هنا، الدوت اتعكس فالفولت الانديوز بقى ايه؟ بقى بالنيجاتيف. تمام كده؟ فهمتوا حاجة؟ طيب انا بس يعني اقول معلومة كده براكتيكال، مش هتفرق مع حضرتك او في حل المسائل، هي الدوت دي بتمثل لي ايه؟ يعني ليه لما بتبقى في نفس المكان، او لو التيار هنا بوستيف وهنا يبقى الدوت بوستيف، والتيار لو هنا خارج بحطه نيجاتيف. الدوت دي يا شباب بتمثل لي شكل اللفات. يعني في الكويل الاولاني ماشي ملفوف كده، صح؟ طيب في حد تاني هيجي يلف الكويل بطريقه عكس، يعني مثلا نوضحها من دي. بص، ممكن واحد يرسم الكويل كده، صح؟ يلف الكويل كده، مش يرسمه بقى، يعني يلفه في الحياه كده، تمام. في واحد تاني هياخد الكور وهياخد الواير وهيلفه بالعكس بالطريقه دي، فبقوا عكس بعض.
فتلاقي التيارات لما بتيجي تدخل بتعمل induced current و induced voltage، اتجاهاتهم هتبقى عاملة ازاي مع بعض، فهمت حاجة؟ فهي بيدرس بس اللفات، لفات الكويلز شبه بعض ولا عكس بعض، ده كبراكتيكال يعني. لكن في المسائل كل اللي هيفرق مع حضرتك انك تفهم ازاي احط الاشارة بتاعت induced voltage. طيب لغايه السلايد دي احنا كنا بنتكلم على كارنت سورس واحد، يعني انا عندي تو لوبس وبحسب كارنت سورس واحد تاثيره ايه على الانديوسد فولتج في الكويل الثاني. هنا بقى هيقول لك حط التو كارنت، يعني هيبقى عندي تو سورسز اي 1 اوف تي واي 2 اوف تي، وعايز يحسب الفي 1 والفي 2. ها انا اسهل طريقه عندي، قلنا لو التو كارنتس داخلين على الدوت يبقى الام جنبها بوزيتيف، ولو تو كارنتس خارجين برضو الام جنبها بوزيتيف. المهم ان التو دوتس يبقوا في نفس الاتجاه. طب تعالى انا مش فاهم حاجه، تعالى الاول نشوف المعادله الاولانيه بتاعه الفي 1 اوف تي تتحسب ازاي. هنا يا شباب بقى طالما عندي تو كارنتس، يعني عندي تو سورسز اللي هما الاي 1 اوف تي والاي 2 اوف تي، بيظهر عندي في كل فولت تو تيرمز، يعني contained الفولت. لغايه المره اللي فاتت او لغايه السلايد اللي فات كنا بنتكلم على قيمه واحده للفولت، وهو الفولت الانديوسد نتيجه وجود ميوتوال اندكتنس. طيب انا دلوقتي بقى عايزه اشوف، انا حطيت كارنت واحد وكارنت اتنين، اتنين سورسز، وعايزه ادرس الفي واحد والفي تي. فالفي 1 اوف تي والفي 2 اوف تي بيبقى عباره عن تو بارتس اوف فولت. الجزء الاولاني ده اسمه السيلف اندكتنس، نتيجه السيلف اندكتنس هي قيمه الفولت نتيجه السيلف اندكتنس، والجزء الثاني ده هو قيمة الفولت اللي طلع نتيجة الكابلينج او الماجنتيكالي كابلينج او ظهور الميوتوال اندكتنس بين التو كويلز. فبيبقى عندي في حساب اي فولت جزئين، جزء خاص بالسيلف اندكتنس وجزء خاص بالميوتوال اندكتنس. طب حساب السيلف ده بتحسب السيلف يعني بتحسب التيار نفسه، يبقى ال L1 لو انا عايز احسب الجزء اللي جه على ال L1 هيبقى L1 دي اي 1 باي دي تي، ده اول جزء اللي هو السيلف. طب الجزء بتاع الميوتوال هيبقى ازاي؟ الفولت اللي ظهر نتيجه الميوتوال بيبقى دايما ان دي اي باي تي تي، اني اي قلنا الكرنت المسبب. فلو انا بحسب في 1 هيبقى دي اي 2 باي دي تي، تمام. طيب هسيب لكم الاشاره دي دلوقتي. طب لو انا عندي الفي 2 اوف تي نفس الكلام، عندي جزئين، جزء سيلف، فلو انا هشتغل على ال2 هيبقى ال2 دي اي 2 باي دي تي، تمام، لان انا بشتغل على نفسي السيلف. طب لو الميوتوال هياخد ال M D I الكرنت المسبب اللي هو I1 by DT. طب الإشارة نعملها ازاي؟ هروح أشوف التيار، التيار هنا ال I1 وال I2 نفس الاتجاه بالنسبة للدوت ولا عكسي؟ تعال نشوف، التيار هنا I1 داخل على الدوت والتيار I2 برضو داخل على الدوت، يعني الاتنين دول ايه؟ بوستف، فراح حاطط بوستف، الام اتحط جنبها بوزيتيف، يبقى الجزء الميوتوال بوزيتيف. طب لو عملنا حاجه شبه كده ايه اللي هيحصل؟ ادي اتجاهات التيارات، هتلاقي واحد داخل على الدوت والتاني اي 2 ايه خارج من الدوت، تمام. يبقى الام هنا ايه؟ هتحط جنبها الفولت اللي ناتج عن الميوتوال اندكتنس، هيتحط جنبه كام؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هيتحط نيجاتيف. يبقى اعتمادي في حساب الدوت والكرنت بيبقى، او في الاشارات بتاعه الفولت بيبقى عن اتجاه التيارات مع الدوتس الموجوده، تمام كده. طيب فهو بيقول لك مثلا لو انت عندك بقى تو كويلز سيريز بالمنظر ده ال1 وال2، ها عايزه بقى هنا مش احسب الفولت، انا عايزه احسب التوتال اندكتنس في دايره، في دايره شكل كده. فهيبقى التوتال اندكتنس بيساوي ايه؟ انا عندي كذا اندكتنس، عندي سيلف عندي ميوتوال، فالسيلف هو ال1 والال2، دي قيمة السلف بتاع الكويل الأولاني والسلف بتاع الكويل التاني، وكل كويل من تو من دول معاه قيمة M. يبقى أنا أقول بوزيتيف ولا نيجاتيف 2M؟ لو الكرنت داخل على الدوت، أدي هنا داخل وهنا كمان داخل أهو، يبقى أنا هقول بلس 2M، بلس 2M، تمام. يبقى التوتال اندكتنس في المسألة دي هيبقى L1 بلس L2 بلس 2M. طيب ودول بيسموهم سيريز aiding connection. طب في حاجه تانية اسمها series opposing connection. ايه الفرق بين aiding وبين opposing؟ ان الاشاره من اسمها aiding هيبقى هنا فيه plus 2m، والopposing اللي هيبقى فيها minus 2m. ليه minus؟ هنلاقي current هنا دخل على الدوت لكن لما جه في الكايل الثاني ما دخلش على الدوت، هو خرج منها، فيبقى l تساوي l1 plus l2 minus 2m، تمام كده يا شباب. احنا كده فهمنا الدوت كونفنشن بتتحط ازاي،
وايه فايدتها بحسابات الفولتج وحسابات الاندكتنس في كل كيس من الكيسز اللي قلناها. طيب نبتدي بقى دلوقتي نتعرف على الاناليسيس بتاع الكابل سيركت. يعني ايه اناليسيس اوف كابل سيركت؟ يعني لو انا عندي دايره بقى كبيره فيها شويه كويلز بينهم دوتس وميوتشوال اندكتنس ووزعت تيار، كان معاك بقى دايره كامله، هبتدي بقى احل مسائل اشوف ازاي اوزع التيارات، امشي ازاي في الدايره، في حاله السيريز بيحصل ايه، في حاله البرر بيحصل ايه. ده الجزء الفاضل في المحاضره بتاعه النهارده، وبعد كده نبتدي ايه نطبق على المسائل بنفسنا. طيب هنا بقى يا باشمهندسين، طيب لو انا دلوقتي خلاص عرفت طريقه الدوت في حساب التوتال الايكويفالنت التوتال اندكتنس اللي موجود في الدايره بتاعتي، في طريقه ثانيه انا بس بعرفها او بشوفها علشان لما اجي احل المسائل واعمل اناليسز للمساله بتاعتي همشي ازاي. لو هو مثلا عنده دايره سيريز زي المنظر ده، تمام، ووصل فولت بين التيرنز بتوعها من هنا ومن هنا او كارنت سورس ايا كان السورس اللي عندي ايه، هيمشي تيار عادي اللي هو اي دي، تمام. طبعا احنا سيريز فالاي هتبقى واحده. وبعدين لما يبتدي يحسب بقى الفولت اللي في الدايره دي توتال سورس بتاعي هيساوي ايه، انا عندي تو كويل، قلنا كل كويل بيبقى عليه جزئين من الفولت، جزء بيبقى سيلف وجزء بيبقى ناتج نتيجه الميوتوال اندكتنس. فانا هيبقى عندي الكويل الاولاني عباره عن ايه، ادي الفولت الانديوس اللي على الكويل الاولاني جي اوميجا ال 1 اي اللي هو ده جزء السيلف بلس جي اوميجا ام اي ده جزء الميوتوال، وادي الجزء الثاني جي اوميجا ال 2 اي ده جزء السيلف بلس جي اوميجا ام اي ده جزء الميوتوال. وقلنا الام هنا بوزيتيف عشان التيار داخل على الدوت في كل الحاله، ادي داخل هنا وداخل هنا، فقلنا لو داخل بنقول ان الام ايه بوزيتيف، يبقى ممكن ناخد الجي اوميجا عامل مشترك وكل ال والام دي سميناها ال ايكويفالنت في الاي. طب ال ايكويفالنت عباره عن ايه بقى؟ القانون اللي احنا لسه واخدينه هناك اللي حياتك بس عايزه حضرتك تحفظه لي. لو انت عندك تو سيريز كويلز بينهم ميوتوال اندكتنس، التيار داخل على الدوتس او خارج من الدوتس الاثنين، يبقى ال ايكويفالنت هي ال1 بلس ال2 بلس 2 ام. طب لو اوبوزنج زي الحاله اللي تحت نفس الكلام، بس هيبقى الفرق ان التيار هنا داخل لكن جه عند الناحيه الثانيه خرج من الدوت اللي بعد الكويل، يبقى ال ال هتبقى الام هتبقى بالماينس، وال ال ايكويفالنت اللي حضرتك المفروض تحفظها ال 1 زائد ال 2 ماينس 2 ام، تمام. وفهمنا ان ايه الفرق بين الاوبوزنج وبين الايبنج، ان التو كويلز متوصلين عكس بعض، فبالتالي الفلكس لاينز اللي هيطلع في ال 1 هيبقى اتجاهه عكس اتجاه الفلكس لاينز اللي هيظهر في ال 2. ده كبراكتيكال سيتويشن يعني، تمام. لكن انت بس يهم حضرتك انك تعرف اتجاه التيار مع الدوت بيبقى عامل ازاي. طب لو انت معاك بقى برر حاجه بالمنظر ده، فبرضه هيبقى فيهم برر ايدنج وبرر اوبوزنج. ايه البرر ايدنج؟ قلنا كلمه ايدنج يعني معناها تو كارنتس ماشيين في نفس الاتجاه. طيب لو ماشيين هنا في نفس الاتجاه اي 1 واي 2، الفولت اللي على ال 1 هيساوي الفولت اللي على ال 2. طب الفولت اللي على ال 1 هيساوي ايه؟ هيساوي الجزء الميوتوال والجزء الاندكت السيلف، سيلف اندكتنس سيلف ميوتوال. الاندكتنس السيلف هتبقى جي اوميجا ال1 في الاي1 بلس جي اوميجا ام في اني اي، انا في الكويل الاولاني ولكن الميوتوال ظهر نتيجه مرور تيار في الكويل الثاني يبقى في اي2. طيب الفي الثانيه عباره عن ايه؟ جي اوميجا اي1 بلس جي اوميجا ال2 اي2، ده جزء السيلف اللي هو ال2 اي2، وده جزء الميوتوال اللي هو نتيجه ايه؟ الاي1 اللي مشيت في الكويل الاولاني. طيب نكمل، طبعا ده اثبات، ولكن من خلال الاثبات احنا هنفهم لما نيجي نعمل اناليسيس لدايره، عشان في دوائر هتجيلك مش واضح فيها العلاقه حضرتك هتمشي فيها ازاي. هيبقى بقى في معايا هنا شويه مقاومات، السورس هنا هيبقى متوصل ليه قيمه وحضرتك تحسب زي ما هنشوف في الشيت. طيب لو حليت الايكويشنز دي فور اي1 اند اي2، ادي تو ايكويشنز حلهم فور اي1 واي2، طلع في الاخر ان الاي توتال اللي هي عباره عن اي1 زائد اي2 عباره عن في في الكلكوعه الكبيره دي على جي اوميجا في القصه دي. طيب انا ممكن اقول ان هي في على ايه؟ لو انا عايز اقول التوتال كارنت بيساوي في على زد، صح؟ طب زد هنا عباره عن ايه؟ جي اوميجا الايكويفالنت. يبقى ال الايكويفالنت دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن البارت اللي انا شلته من هنا ده ال1 بلس ال2 ماينس ام سكوير على ال1 بلس ال2 ماينس 2 ام، ماينس 2 ام تحت وماينس ام سكوير فوق، ده في حاله الايدنج، تمام. البارلل هيبقى قاعد في السيريز، هنا ظهر لي ماينس فوق وظهر لي ماينس تحت. طب لو انا هشتغل اوبوزنج، لو اشتغل اوبوزنج زي هنا كده هتلاقي الدوت هنا
دخل عليها I1 والدوت هنا هيخرج منها I2 اتجاهه عكس اتجاه الكرنت I1 مع الدوت بالنسبة للدوت. تمام، احنا قلنا بندرس الاناليسيس بيبقى حاجتين، اتجاه تيار والدوت مكانها فين. طيب يبقى انا هنا لو جيت احسب الايكويشنز بعد الاثبات، نفس الاثبات اللي حضرتك عملته في حاله البارل ايدنج نفذه في البارل اوبوزنج، هتلاقوا في الاخر ان الاشاره اللي تحت بلس 2 ام هي اللي بقت ايه بوزيتيف. يبقى في حاله البارل اوبوزنج فوق نيجاتيف وال 2 ام تحت بوزيتيف، ولكن في حاله البارل ايدنج هتلاقي ايه الاثنين دول بسط ومقام بالنيجاتيف. تمام، القوانين دي حضرتك بتحفظها عشان لما تيجي تحل المسائل تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. تعالوا نبتدي بقى نشوف المسائل المحلولة دلوقتي. دي هي المسائل بتاعت شيت 6 وبالترتيب يا شباب، يعني ان شاء الله هتلاقوا كده اول مسألة محلولة دلوقتي هذه هي نفس المسألة الاولى في الشيت وهكذا لغاية ما نخلص المسائل الموجودة. طيب نبتدي بأول مسألة. اول مسألة احنا كنا خدناها المرة اللي فاتت، انا بس هحطها كده كمراجعة سريعة وكترتيب ليك في الشيت عشان ما تتلخبطش. وين كويل 1 of a magnetically coupled pair has a current of 5 امبير. انا عندي كويل وقيمه التيار اللي ماشي فيه 5 امبير، نتج عنه فلكسز فاي 11 وفاي 12. المفروض ان حضرتك عارف ان فاي 11 دي اللي هي السيلف الموجوده جوه الكويل نفسه، فاي 12 هو الجزء اللي خرج من 1 ووصل ل 2. 2.10 ملي ويبر، قلنا دبليو بي دي هي الويبر، و4.10 ملي ويبر ده اللي هو الفاي 12. عدد اللفات بتاعه الكويل الاولاني 500، عدد اللفات بتاعه الكويل الثاني 1500. عايز حضرتك تحسب او تعمل زي ديزاين يعني قيمه ال1 ال2 ال ان والكي. طيب قلنا اول حاجه معايا فاي 11 وفاي 12، يبقى هقدر اجيب الفاي 1 اللي هي مجموعه الاثنين، كده جبت قيمه التوتال فلكس اللي ظهر على الكويل الاولاني. وبعدين هقدر اجيب الكويل الاولاني بالمعادله بتاعه ان 1 فاي 1 على اي 1 اللي هي السيلف اندكتنس اللي هي ال1، كده طلعت 60 ملي هنري، وكده انا جبت ايه اول مطلوب. بعد كده انا ممكن بالL1 والM والK اقدر اجيب الL2 بالمعادله بتاعت الكوبلينج كوفيشنت اللي هو بيساوي الM على جزء L1 L2. لو معايا كل المعادلات هقدر اجيب الباقي. فانا رحت حسبت K اللي هي ايه، قلنا الفلكس اللي خرج اللي عمل كوبلينج على التوتال فلكس، يبقى انهي اللي عمل كوبلينج اللي هي الفاي 12 على التوتال فلكس اللي هو فاي 1، كده جبت K. طب الميوتوال اندكتنس عوضت في قانون ال N في الفاي على الاي، انهي اي؟ قلنا الاي المسببة لحدوث الميوتوال اندكتنس اللي هي الكرنت الاولاني اي 1. تمام، هي اصلا ما عندكش غير اي واحدة في المسألة، فهي دي اللي هتعوض بيها على طول. بعد كده هعوض في قانون الكابلنج كوفيشنت، اقدر اجيب من هنا ايه ال L2. دي كده كانت اول مسألة. تاني مسألة في الشيت بيقولك لو انت معاك سيركتس اللي موجودة عندك فيجر 1 وفيجر 2 تمام بالمنظر ده. نبتدي بقى نركز شويه عشان المسائل هيبتدي يبقى فيها شويه لخبطه او افكار. فعايز يحسب هنا ايه مثلا؟ عايز يحسب الايكويفالنت اندكتنس اكروس تيرمينالز A اند B، يعني عايز يحسب التوتال اندكتنس في كل فيجر بين التو تيرمينالز A اند B. طيب تعالوا نبتدي كده فيجر 1. خلي بالك ان هو هنا ايه مديني الدوت، انا خليت فيجر 1 بالمنظر ده. بص يا شباب عملت ايه بقى، انا عندي هنا فيجر 1 عندي الكويل الاولاني، ادي الدوت الاولانيه تمام داخل عليها التيار. طبعا انا عندي ال1 وعندي ال2 وعندي ال3 تمام، دولت ما بلعبش فيهم، انا دولت هاخدهم زي ما هما. اي ال ايكويفالنت السيلف اندكتنس بيتجمع زي ما هو، باخده زي ما هو مجموع بالبوزيتيف. تمام، فاول جزء في المعادله بتاعي ان ال1 بلس ال2 بلس ال3 ده اول جزء هجمعه واحطه زي ما هما اللي هما 2 هنري 2 هنري 2 هنري، يبقى انا معايا 6 هنري سيلف اندكتنس. امال المشكله بتبقى فين بقى؟ المشكله بتبقى في الميوتوال اندكتنس. ليه فيها مشكله؟ عشان بس ببتدي احدد اشاراتهم يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف. فانا هعمل ايه؟ انا بس قبل ما اطلع اسمي كل اندكتنس عندي باسم. فور اكزامبل انا عندي N12 اللي هي بين L1 وL2 تمام، اللي بين التو كويلز دول وقيمتها 1 هنري سميتها M12. وعندي كمان M23 اللي هي بين الكويل الثاني والكويل الثالث وقيمتها 1 هنري، وعندي كمان M13 اللي هي بين الكويل الاولاني والكويل الثالث وسميتها وقيمتها 1 هنري. تمام كده يا شباب، يبقى انا عندي 3 ميوتوال اندكتنس هو اللي محددهم لي.
خلي بالك ان في مسائل ممكن يبقى عندك فيها كذا كويل ويبقى في ميوتشوال بين اتنين كويل، لكن مش شرط يبقى في ميوتشوال بين كل الكويلز اللي في الدايره. فلا خلي بالي مين فيهم اللي فيه بينهم ميوتشوال اندكتنس عشان احطه في حساب ال L equivalent. طيب انا عشان اسهل على نفسي دول دايره سيريز، فرسمت الدايره بالمنظر اللي تحت ده. عملت ايه بقى؟ حطيت الكويل الاولاني وحطيت الكويل الثاني والكويل الثالث، ادي ال2 هنا ال3 اهي ال1 اهي، لخبطت بس الارقام علشان انا بادئه تيار من هنا، فهيمر الاول على ال1 وبعد كده هيدخل على ال3 تمام. فعشان كده خليت ال3 هي اللي في النص. وبعدين قلت دلوقتي ال1 الدوت محطوطه فين؟ الدوت محطوطه هنا داخل عليها التيار، فحطيتها في مكانها اهي اهي، وداخل عليها التيار. فيها مشكله؟ طيب تمام. طيب لما جيت على ال3 بقى ايه اللي حصل؟ الدوت موجوده فين؟ خارج منها التيار. يبقى لما اجي احطها هنا في ال L3 هخليها بعد ال L3 وهيطلع منها التيار. اخر حاجه L2 الدوت محطوطه فين؟ محطوطه هنا وهيخرج منها التيار صح؟ يبقى انا هحط هنا الدوت وهقول انها خارج منها التيار تمام كده؟ طيب انا كده حددت شكل الدوت. عايزه بقى ابتدي احسب قيم الميوتوال اندكتنس. احسبها ازاي؟ ها هنبتدي نشوف مين اللي زي التاني في اتجاه التيار ويبقى مجموع، واللي مش نفسه يبقى مطروح، يعني يتحط بالماينس. يعني ايه؟ يعني مثلا ال M13، ال M13 تبقى اشارتها ايه؟ انا عندي التيار داخل على L1 يبقى هنا دي البوستيف صح، والدوت المقابله هي كمان بوستيف، يعني الفولت اللي على الكويل التالت عكسي، يعني دي البوستيف ودي النيجاتيف. بصوا ودي نيجاتيف ودي بوستيف، شايفين بقت عامله ازاي؟ يبقى الميوتوال اللي بينهم عباره عن ايه؟ الميوتوال اللي بينهم قيمته نيجاتيف. طب انا مش فاهم، انا اتلخبطت، اعملها بالطريقه السهله من غير تفكير. انا عندي التيار هنا داخل على الدوت دي وخارج من الدوت الثانيه اللي هي هنا، يبقى هنا هحط الام نيجاتيف، يبقى الام 13 هتبقى نيجاتيف صح؟ يبقى عندي ماينس 2 ام 13 تمام اهي. طيب ها اللي بعديه عندي M23، التيار خارج ولا داخل من ال3؟ بالنسبة لل2 بقى نبتدي نشوف الاتنين دول مع بعض. انا خلاص عملت ال M13، نعمل بقى نفس الكلام. ها M13 M23 ايه اللي حاصل؟ التيار خارج من الدوت اللي هنا تمام، لما اجي هنا حصل ايه؟ برضو خارج. طالما الاتنين خارج يبقى هجمعهم، يبقى M23 مجموعة. طيب اخر حاجة M12، التيار داخل على الكويل الاولاني ولكنه خارج من الكويل التاني، هنا اهو خارج من الكويل التاني، يبقى هما عكس بعض، واحد داخل واحد خارج، يبقى احط ال M12 مضروبة في اتنين مطروحة تمام كده؟ رب نكون فهمنا. يبقى هعوض على L1 و L2 و L3 بقيمهم اللي هي الستة، هبتدي اعوض بقى عن ال M1 2 بواحد، التلاتة ميوتوال اندكتنس هما مديهم لك واحد، فهتعوض في الارقام عادي خالص، هيطلع توتال ايكويفالنت اندكتنس بأربعة هنري. في حد يقولي طب ما انا ممكن احلها بالاناليسز اللي انت لسه شرحها لنا يا دكتور، احط اقول كيرش فولتج لو وامشي تيار واقول الجي اوميجا ال1 واشوف الاندكتنس بكام بينه وبين كل كويل، تمام جدا، وهيطلع نفس النتيجه 4 هنري، ولكن الدوت كونفنشنال اسهل لك، طالما مديك دوت يبقى تمشي ال ايكويفالنت وتحسب بالقانون اللي انت عارفه اسهل. طيب تعال نشوف مساله كمان او النقطه الثانيه، الفيجر الثاني ده، الفيجر الثاني بارل بقى. ها هنعمل ايه؟ هبتدي ادخل، هو مديك التيار وعندي هنا، بصوا حتى هنا هتلاقي مفيش هنا على ال L4 مش هتلاقي ميوتوال اندكتنس بينها وبين اي من الكويلز دول، انا عندي ميوتوال اندكتنس واحده بس اللي هي ايه؟ قيمتها واحد هنري بين ال L5 وال L6. طيب يبقى لو انا عايزه احسب بقى التوتال ايكويفالنت اندكتنس بحسبها ازاي؟ انا عندي بين ال L5 وال L6 M56 انا سميتها كده. التيار افرض بقى التيار الاي اللي داخله التوتال هتتجزا اي 1 ماشي في ال 5 بالمنظر ده واي 2 ماشي في ال 6 بالمنظر ده. ها طيب انا كده عندي ايه؟ الدوت فين؟ ادي الدوت اهي بتاعت ال 5 وادي الدوت بتاعت ال 6. طيب يبقى الميوتوال اللي بينهم مجموع ولا مطروح او ايدنج ولا اوبوزنج؟ انا هنا في البارلل، طالما داخل من هنا وداخل من هنا يبقى انا ايدنج، اروح اعوض في معادله الايدنج ال 5 6 الاول
راح جاب ال خمسة ستة الأول اللي هي عبارة عن إيه؟ ال خمسة معادلة ال opposing سوري معادلة ال aiding. ال خمسة في ال ستة ماينس m سكوير على ال خمسة بلس s بلس ال ستة ماينس 2n. قلنا في حالة البرر بيبقى العكس، الاتنين بيبقوا ماينس بس مقام لو أنا شغالة aiding. تمام؟ عوض طلعت قيمة ال ال خمسة ستة باتنين هنري. هو ده الإيكويفلنت إندكتانس اللي عندك؟ لا، لان انا عندي لسه ال L4 اللي هي سيلف اندكتنس للكويل الثالث ولكن مش عامله ميوتوال معاهم، فاروح احسب التوتال ايكويفالنت بتاع 5 6 واجمعه على ال L4. فجبت ال L5 6 اللي هي 2 هنري جمعتها على 3 هنري، جبت التوتال ايكويفالنت بالدايره دي. تمام كده يا شباب؟ يا رب نكون فهمنا طريقه حل مسائل على الدوت كونفنشن. طيب نكمل المساله الثالثه عند حضرتك في الشيت. بيقول لك ايه؟ بيقول لو احسب الميوتوال inductance of two coils، يعني عايز يحسب M، مطلوب بتاعي M. طيب عندي two coils، قيمة السلف inductance يعني معايا L1 100 ملي هنري and 200 ملي هنري اللي هي L2. تمام؟ which are connected in series، يبقى التوصيلة بتاعتي series to yield a total inductance of، يبقى ال L equivalent قيمتها 146. طيب انا شكل الكويلز هيبقى عامل ازاي؟ المفروض ان انا معايا كويل عامل كده، تمام، وكويل عامل كده. هو عايز يحسب الام اللي بينهم بهنا، تمام. هتبقى عامله ازاي حضرتك؟ المفروض هتفرض ايه؟ انت مش عارف الام دي بوزيتيف ولا نيجاتيف، ما انا ممكن يبقى اشتغل على ان الاثنين ايدنج، يعني التو دوتس مع بعض يا اما مخطوطين هنا يا اما مخطوطين العكس الناحيه الثانيه، المهم يعني التيار داخل منهم يا خارج منهم هما الاثنين. وممكن حد يقول لا انا هشتغل ان هما اوبوزنج، واحده هنا واحده هنا، انا مش عارف بقى انا اعمل ايه. فحضرتك عندك طريقتين، يا اما هتفرض ان انت شغال انت لسه مش عارف، فهتقول ان معادله ال ال ايكويفالنت تساوي ايه؟ ال 1 زائد ال 2 زائد او ناقص 2 ام، تمام، وتبتدي تشتغل على انها بوزيتيف او نيجاتيف 2 ام لغاية ما توصل ان ال N يساوي ماينس 77 ملي هنري. يبقى النيجاتيف M تساوي نيجاتيف 77 ملي هنري. اختار من هنا الاشارة النيجاتيف عشان يطير الاتنين مع بعض، وقال في الاخر ان ال M تساوي قيمتها 77 ملي هنري. تمام، احنا كده كتبنا قيمة ال M. طيب انت ليه اخترت ال M بوزيتيف؟ ليه ما حطيتهاش نيجاتيف؟ طيب فاعرف منين؟ راح قال انا هختار ال M نيجاتيف علشان قيمة ال L1 زائد ال L2 اللي هي 100 وهنا 200 أكبر من 146 اللي هو الإيكويفلنت، فطبيعي إن أنا هيطرح منهم جزء عشان أضيف قيمة ال 146 ملي هنري، فهم أوبوزنج لبعض في ال M بالنيجاتيف. فممكن حضرتك من الأول خالص قبل ما تبتدي المسألة بتروح تشوف مديك كذا L وبيقول لك إن هما سيريز والإيكويفلنت بتاعتهم 146. طب أنا هروح أشوف ال L1 وال L2 أكبر ولا أصغر من 146؟ لو اكبر من 146 يبقى الطبيعي ايه؟ ان انا طارح جزء منهم، يبقى الام اشارتها نيجاتيف، يبقى هي محطوطه اوبوزنج يا كده يا كده. تمام، فهمتوا حاجه؟ فوانا شغاله هشتغل بالمعادله بتاعه النيجاتيف من الاول، بدل ما اروح اقول ان البوزيتيف او نيجاتيف واشوف حل هيجيب ايه واختار انا الاشاره في الاخر. لا، انا هشوف الاول قيمه السيلف اندكتنس اللي عندي اكبر ولا اصغر من التوتال اللي هم ال equivalent. لو اكبر من التوتال يبقى طبيعي الام تبقى نيجاتيف عشان هطرح منهم جزء عشان اجيب المعادله احقق المعادله صح. لو اصغر من التوتال يبقى بالتالي هيبقى ايدنج، هجمع عليهم حاجه عشان اوصل لقيمه ال equivalent. فاهمين قصدي يا شباب؟ فممكن حضرتك من الاول تبقى عارف هتمشي بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف في المعادله الاساسيه من خلال ايه؟ السيلف اندكتنس اللي معاك ومقارنتهم بالتوتال equivalent. ماشي، الاكزامبل نمبر 4 بقى. هنا بيقول لك ايه؟ انت عندك 3 similar coils are wound on a long common core in such way that the voltage of mutual inductance between each set of coils is positive. فهمت انا ايه من الكلام ده؟ ان انت معاك 3 coils بالمنظر ده، التلاتة اتلفوا على كور، شكل لفهم خلى التيار اللي داخل في كل كويل عمل لي induced voltage بين الكويلز وبعضها بالبوزيتيف، يعني الميتشوال اندكتنس اللي بينهم بوزيتيف. طيب ارسم ازاي الميتشوال اندكتنس بوزيتيف؟ هحط دايما الدوت فين؟ قلنا يا اما التيار داخل على الثلاثه دوتس يا اما التيار خارج من الثلاثه دوتس. فهو حط هنا الديزاين بتاعه ان ايه الدوت محطوطه قبل كل كويل ورسم التيار داخل عليها. ادي اول معلومه. طبعا المساله جايه من غير رسم، احنا اللي بنرسم مع بعض. تاني جزء بيقول لك السيلف اندكتنس اوف اتش كويل
كل كويل فيها سيلف اندكتنس قيمته 2 من 10 هنري. السيلف اندكتنس تبقى رمزه ايه؟ ال1 وال2 وال3، وبيقول لك قيمه كل واحده فيهم 2 من 10 هنري. الافكتيف اندكتنس اوف فيرست 2 ان سيريز از 6 من 10 هنري. الافكتيف اندكتنس يعني ال ايكويفالنت، ال ايكويفالنت بتاعت الكويل الاولاني والكويل الثاني المفصله يعني بتاعت التو كويلز دول مع بعض عملت 6 من 10 هنري. طيب نكمل. and all and of the all and all ال 3 in series عملوا 1 هنري، يعني التوتال بتاع الثلاثه مع بعض in series عمل 1 هنري. when the terminals of the first coil are interchanged the effective inductance of 3 coils in series become نص هنري. بيقول لك بقى لو الكويل الثالث ده اتغير، يعني ايه interchanged؟ يعني النقطه بدل ما بقت هنا حطها هنا، تمام؟ بيقول لك لو الكويل الاولاني اتلف بالمعكوس فمكان الدوت هيتغير، عمل لي equivalent inductance قيمته نص هنري للثلاثه على بعض. طالب من حياتك انك تحسب coupling coefficient او coefficient of coupling between each set، يعني عايز يحسب 3 كي، كي 1 2 وكي 2 3 وكي 1 3. طبعا كي 1 2 يبقى هنقول ال M 1 2 في الجذر التربيعي ال 1 ال 2، سوري ال N12 على الجذر التربيعي ال L1 L2، يعني كل 2 كويلز انا بذكر رقمهم جنب ال K بعتمد عليهم في الحسابات بتاعه ال K. طيب تعالوا نشوف كده هنحل ازاي. هاخد كل تفصيله هو قالها هطلع بيها بمعادله. مثلا قال لك ان التوتال ايكويفالنت بتاع الاثنين الاولانيين مع بعض اللي هي L12 قال لك بقيمتها 6 من 10 هنري، يبقى اقدر اقول ان ال L12 تساوي L1 زائد L2. قلنا دايما بنجمع سيلف اندكتنس من غير مشاكل، هيبقى عندي الميوتوال اندكتنس بس، واحنا عارفين ان الثلاثه معمولين بوزيتيف، يبقى الميوتوال اندكتنس عباره عن بلس 2 الام اللي بين ال1 وال2 اللي بين الاثنين دول، تمام كده؟ بتساوي 6 من 10 هنري. ايه المعطيات اللي عندك هنا وايه اللي فاضل تجيبه؟ معاك ال 2 من 10 ومعاك اللي هو السيلف اندكتنس ومعاك قيمه التوتال اندكتنس، فاضل لي الام 1 2. هعوض في المعادله جايب الام 1 2 ب 1 من 10. طيب انا دلوقتي معايا قيمه الام 1 2 ومعايا قيمه ال 1 ومعايا قيمه ال 2، تعرف تجيب اول كي؟ الكي 1 2 هتبقى عباره عن ايه؟ ال M 1 2 على جذر ال 1 في ال 2، ومعاك القيم كلها هقدر اعوض واجيب اول كي مطلوبه. طيب تاني كي اللي هي الكي 2 3 والكي 1 3 اللي هي بين التو سيتس التانيين، هجيبهم ازاي؟ هجيبهم بالمعادلات اللي ناقصه. قال لك في الجزء التاني ان التوتال اندكتنس بتاع الثلاثه سيريز مع بعض قيمتهم 1 هنري، راح اعوض في التوتال اندكتنس ال 1 زائد ال 2 زائد ال 3، الميوتوال اندكتنس هيبقى بلس، تمام؟ 2 في كل ام. عوض طلع معادله، انت معاك طبعا الام 1 2 من الجزء الاولاني، لكن الام 2 3 والام 1 3 مش معاك، تمام؟ فيروح يحسب قيمه ال، هيطلع معادله في ام 1 2 في ام 2 3 وام 1 3، ماشي كده؟ اللي هي المعادله رقم 1، تمام؟ طيب هنروح نكمل اللي هي المعادله دي. الجزء الثاني بيقول لك طب لو كويل 1 انترتشينجد هيعمل لي ال ايكويفالنت للثلاثه مع بعض بنص، فهقوم انا رايحه مغيره الكويل. يعني ايه مغيره الكويل؟ يعني هخلي الدوت بدل ما بقت هنا راحت الناحيه الثانيه هنا، تمام؟ واشوف بقى تغييري للكويل ده عمل لي قيمه للميوتوال بوزيتيف ولا نيجاتيف مع مين. طبعا السيلف قلنا زي ما هو بينزل بوزيتيف، هيبقى عندي بقى الكويل الواحد مع اي كويل فيهم في بينهم ميوتوال طبعا هيتغير اشارته. يعني فور اكزامبل ام 1 2 دلوقتي بقوا عاملين ازاي؟ الاثنين دول مع بعض بقوا نيجاتيف. طب ام 1 3 برده بقوا نيجاتيف، يبقى ام 1 2 وام 1 3 بقت نيجاتيف، لكن ام 2 3 زي ما هي ايه؟ بوزيتيف. هتروح تعوض في المعادله، هجيب معادله ثانيه اللي هي المعادله دي في 2 3 و 1 3، يبقى انا معايا معادلتين في مجهولين، الميوتوال اندكتنس بين الكويل الاولاني والثالث والميوتوال اندكتنس بين الكويل الثاني والثالث. هتحل المعادلتين مع بعض تجيب قيمه للام 1 3 والام 2 3، تعوض في قانون الكي اللي احنا عارفينه بمعلوم اوريدي، انت عارف الالات قيمتها كام، تقدر تجيب الكي اللي هو كابلنج كوفيشنت بتاع 1 3 و 2 3. دي كده المساله الرابعه في الشيت اتحلت. نكمل. طيب
هنا مسألة نمبر 5 بيقول لك calculate the visual currents I1 and I2 in the circuit below. مسألة من 5 و6 و7 في الشيت هيبتدي يوريك بداية بقى شوية circuits فيها currents ممكن تمشيها كمش current، يعني نشتغل بالكيرشوف فولتج لوب واللوب ثيوريم اللي احنا خدناهم لو فاكرينهم، نوزع تيارات لما كنا بنمشي نفرد تيار في اللوب الاولانيه مع قارب الساعه وتيار في اللوب الثانيه برضو مع قارب الساعه، ونبتدي نحسب هنا في اللوب الاولانيه كيرشوف فولتج لو في اللوب الثانيه كيرشوف فولتج لو، نبتدي نحل معادلتين مع بعض نقدر نجيب منهم اي 1 واي 2. تقريبا شغلنا كله في الماجنتيكال كابل سيركتس. لو انت معاك اكتر من لوب او معاك سيركت كامله وقالك انها ماجنتيكال كابل، تخلي بالك ان انت هتشتغل بالميش ثيوري، تمام؟ هتبتدي تطبق على اللوبس تيارات في اتجاه عقارب الساعه وتبتدي تشتغل شغلنا اللي كنا بنشتغله في سيركت 2 الترم اللي فات، في سيركت 1 الترم اللي فات، تمام؟ هنخلي بالنا بس ان احنا في الحته دي هيبقى معانا جزء الميوتوال، وهنبتدي ندرس بقى ازاي بنحط الجزء الميوتوال ده في المسائل. يعني لما اجي احل في مساله فيها تو لوبس بالمنظر ده هحط شكل الجي 3 اللي هي الام هنا دي ازاي في المساله. تعالوا نشوف بقى الحل. هو هنا طالب من حضرتك الفيزور كارنتس او المش كارنتس I1 وI2. عمل ايه بقى؟ هبتدي يروح يطبق كيرشوف فولتج لو على كل معادلة. فكيرشوف فولتج لو في المعادلة الاولانية في اللوب الاولانية قلنا ان السورس اللي عندي 12 مع فيز 0 او زاوية 0، فهو حطها هنا بنيجت في 12، او ممكن تقول ان كل ده يساوي 12 لان كيرشوف فولتج لو كان بيقول ايه الدروب اللي في الدايره مجموع بيساوي قيمه الفولتج سورس، تمام؟ نكمل. طيب التيار الاولاني اللي هو I1 هاخد كل اللي معايا في اللوب واجمعهم جمع باشاراتهم مضروبين في الاي، لان I1 دي مشيت في الكاباستور اللي هنا ماينس J4 هو حاططها لك بالاوم، يبقى هتاخدها زي ما هي ماينس J4 I1، تمام؟ يبقى دي قيمه الاكس سي ماينس J4 I1. طيب والجي 5 هضربها في I1 دي اللي هي قيمة الاكس ال، تمام؟ طيب انا كده عملت الجزء الاولاني بتاع السيلف اندكتنس والكاباستنس. طيب فاضل ايه؟ انا عندي هنا جزء ميوتيوب، عامل لي قيمة جي 3 في انهي اي؟ انا بحسب الميوتوال في الكويل الاولاني يبقى هضرب في التيار المسبب اللي هو انهي اي، هيبقى اي 2. يبقى المعادله تاني السورس اللي عندي اللي هو ماينس 12 حطيته ماينس 12، او ممكن توديه الناحيه الثانيه ب 12، تمام؟ وبعدين عملت ايه؟ خدت كل اللي موجودين في اللوب الاولانيه ضربته في الاي 1 اللي هو الكاباستور اكس سي ماينس جي 4 اوم، خدت القيمه بتاعه الاكس ال نتيجة السيلف اندكتنس اللي على الكويل الأولاني اللي هي ماينس جي 5 بوزيتيف جي 5، كل ده ضربته فين؟ في I1. طيب I2 هضرب فيها ايه؟ الميوتوال اندكتنس اللي ظهر على الكويل نتيجة مرور التيار I2، يبقى I2 في جي 3. ليه حطها هنا بالماينس؟ دي بقى النقطة اللي احنا عايزين نفهمها. ليه في مسألة لو جات لي بالمنظر ده احطها بالماينس؟ اتجاهات التيارات، تعالى شوف كده قلنا بنعمل ايه؟ بنشوف التيار داخل ولا خارج من النود. التيار I1 داخل، صح؟ طب تعالى بص كده على فرضك للتيار I2 هتلاقيه عامل ازاي؟ خارج. طالما التيار I1 عكس اتجاه التيار I2 بالنسبة للنود، بالنسبة للبوينتس دي للدوت، يبقى انا بحط الام او الميوتوال اندكتنس اللي ظهر بيبقى قيمته ايه؟ سالبة، تمام كده؟ معكوسة يعني. يبقى انا حطيت هنا الماينس علشان التيار I1 دخل على الدوت في اللوب الاولانية والتيار I2 خرج من الدوت في اللوب التاني. نكمل. ماشي خلاص، عمل الايكويشن بشكل سيمبل اكتر. جي اي 1 ماينس جي 3 اي 2 يساوي 12. نكمل فور كويل 2 بقى. الكويل الثاني هيعمل نفس الكلام، هيطبق كيرشوف فولتج لو. ها نقول المعادله هيبقى عندي ال 12 اوم مجموع عليها ايه؟ جي 6 اللي هي الاكس ال السيلف اندكتنس في اي 2. ايه اللي هيتفضل؟ هيتفضل الجزء الميوتوال. طيب الجزء الميوتوال اللي هو ظهر على الكويل الثاني نتيجة مرور انهي تيار؟ نتيجة مرور التيار الاولاني اللي هو I1 في الكويل الاولاني. يبقى الجي 3 هتتضرب في I1 ولا I2؟ هتتضرب في I1. يبقى ماينس جي 3 I1 دي الجزء الميوتوال، والجزء السيلف اللي عندي اللي هو ال 12 ال 6
جي 6 اي 2 وال 12 اللي هي قيمة المقاومة الموجودة في اللوب الثانية. تمام؟ طيب خد بقى اي 1 من المعادلة دي، تمام، خلاها في جهة لوحدها واي 2 في الجهة الثانية، وراح معوض بالقيمة دي في المعادلة. الأولانية 2 في 1 شغل رياضة خالص، هيجيب قيمة اي 2 من هنا ويعوض ب 3 دي في المعادلة بتاعت اي 2 ورا، او في اي معادلة فيها اي 1 واي 2 هيبتدي يجيب ايه قيمة اي 1. فيها مشكلة في اللي هي بالفيز والماجنتيود، وهنا برضو قيمة اي 2 بالفيز والماجنتيود. تمام كده؟ طيب احنا كده خلصنا تقريبا اول 5 مسائل من الشيت. هوقف المحاضرة ان شاء الله النهاردة على الجزء ده، هنزل لكم اخر مسألتين منفصلين كده معاهم كام مسألة عشان نبتدي نتعرف اكتر على شكل السيركت بقى، ماجنيتيك كابل سيركت لو جاية على بعضها سيركت كاملة وفي شوية توزيع التيارات هنشتغل بمش ازاي. فهنزل لكم شكل المسائل كده منفصل مشروح ازاي اطلع منهم الايكويشنز، وهحل معاكم اخر مسألتين في الشيت ان شاء الله هنزلهم لكم منفصلين بعد الانتهاء من المحاضرة دي. اشوفكم على خير ان شاء الله، بالتوفيق يا شباب.